عندما تشرق الشمس صباحا ويظهر النهار، تصحو الطيور وتخرج من أعشاشها تبحث عن طعامها، وهي تغرد أغنية الصباح. ويذهب العامل إلى عمله، والتلميذ إلى مدرسته، والفلاح إلى حقله، والنجار إلى منجرته، والطبيب إلى عيادته، والبقال إلى دكانه. وعندما تغيب الشمس يأتي الليل وتظهر النجوم، فيعود كل واحد إلى بيته ليريح جسمه من تعب العمل في النهار، وتنام الطيور لتصحو من جديد وتستقبل بأصواتها الجميلة نهارا جديدا.